السلام عليكم. حقيقة وفاة الفنان المغربي محمد الجم، وإليكم التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجدداً أنباء حول وفاة الفنان المغربي محمد الجم، الأمر الذي شكل صدمة كبرى لجمهوره. وخرجت النقابة المغربية لمهيني الفنون الدرامية لنفي الخبر، حيث قالت في تكذيب على مواقع التواصل الاجتماعي في اتصال هاتفي مع الفنان الكبير محمد الجم، تبين أنه حي يرزق أطال الله عمره وشمله بموفور الصحة والعافية. وقالت النقابة المغربية لمهيني الفنون الدرامية تدين مثل السلوكيات والإشاعات المسيئة لمشاعر ضحاياها ولذويهم. كل التضامن مع الفنان القدير محمد الجم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير، تدعيم القناة والاشتراك عشان يوصل كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.